At LMRI, we realize the value of an enabled youth to our nation. We endeavor to arm young willing Saudis with the knowledge, training, and skills they need to leverage the best opportunities for a rewarding career and a bright future. Accordingly, we have assigned 22 million riyals to establish the Dairy and Food Polytechnic in strategic partnership with the Technical and Vocational Training Corporation in order to develop the training program and develop the required facilities. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة LMRI هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وهي أيضاً من هي الأكبر في شركات الغذاء في العالم العربي. هذا يفرض واقع على شركة LMRI بحاجتها إلى أيدي عاملة مدربة في مجالات مختلفة، من المزارع إلى مزارع الألبان إلى المصانع إلى النقل إلى المبيعات وقطاعات أخرى في الخدمات الإدارية. التوظيف والتدريب مهم جدا لاستمرارية عمل الشركة، مهم جدا لاستقرار المجتمع، مهم جدا للحياة بصفة عامة. نحن علينا مسؤولية اجتماعية، لا بد أن نوظف شباب وشابات هذه البلد اللي نحن نعمل فيها. في هذا السياق وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسسنا المعهد التقني للألبان والأغذية. هذا المعهد يقوم بتدريب الشباب المتخرجين من الثانوية العامة بالإضافة إلى الوسائل التدريبية الموجودة عندنا. عندنا تدريب على رأس العمل. هذا التدريب على رأس العمل جعلنا إلى حد كبير أحد أهم مصادر التوظيف لكثير من الشركات في القطاع الخاص. نحن في شركة LMRI عملنا على تطوير برنامج اسميناه برنامج مدراء المستقبل. يهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة من الجامعات، وبالتالي من خلال برنامج تدريبي من 24 إلى 36 شهر يهيئ الخريج الحديث إلى أعمال إشرافية وأعمال إدارية في تخصصات تعتبر نادرة غير موجودة في سوق العمل حاليا. فندعو كل شاب جاد مؤمن بأهمية العمل ويستمتع بأداء عمل جاد يلتحق بهذا البرنامج. ومن طرفنا بنقدم له وعد صادق أنه حيجد بحول الله التدريب والتأهيل، وفي نهاية اليوم حيجد إن شاء الله وش ما يسره في نهاية هذا البرنامج. أهم ما يميز التدريب في المعهد أنه يضمن التوظيف لكل متدرب والتسجيل بالتأمينات الاجتماعية فورا بعد التخرج. مدة التدريب سنتان، يحصل خلالهما المتدرب على راتب أساسي وتأمين طبي وسكن أو بدلة وأيضا البعثة. هذا بالإضافة إلى مكافأة حضور قد تصل شهريا إلى 2300 ريال. من بدأ البرنامج لقى قبول قوي ومستمر إلى الآن، ووصل عدد مجموع المشاركين 421 متدرب، تخرج منهم 103 متدربين من الشباب السعودي. المتدرب بيحصل على شهادة دبلوم في واحد من ثلاثة تخصصات: تقنية الإنتاج الألبان والأغذية، الإنتاج الحيواني، صيانة المعدات. بالإضافة إلى ذلك يستفيد المتدرب من منهج التخصص العام اللي يتضمن مهارات اللغة الإنجليزية وأساسيات الرياضيات والعلوم، وهذه تعطيه فرصة أفضل في سوق العمل السعودي وفي الحياة عامة. يتم قبول الدفعات الجديدة مرتين في السنة أبريل وسبتمبر. أنا مصعب العمودي، التحقت بالمعهد قبل حوالي 11 شهر. متطلبات الانضمام للمعهد ميسرة ومشجعة، الحمد لله توفقت في المقابلة الشخصية واجتزت امتحان القبول بنجاح. الآن أنا أتدرب في قسم تقنيات الإنتاج الحيواني. أنا أحب العمل في هذا المجال وأعرف مدى أهميته في صناعة الغذاء. وجدت في المعهد الفرصة المناسبة لتهيئة نفسي للمستقبل الذي أطمح إليه، وكل يوم أكتسب مهارات خاصة تمثل محور عملي في المستقبل القريب بإذن الله. أنا مادي الشهري، من أوائل من التحقوا ببرنامج التدريب في المعهد. عمري 25 سنة، أعمل في قسم ضبط جودة منتجات الألبان. حصلت على شهادة دبلوم من المعهد، بعدها التحقت بالمراعي. أنا الآن أعمل منذ أكثر من عام في الشركة، اكتسبت مهارة وخبرة في العمل، وتحسنت لغتي الإنجليزية مما ساعدني كثيراً في حياتي المهنية. أنصح الشباب السعودي الجاد بالانضمام والاستفادة من هذه الفرصة للعمل في صناعة واعدة تدعم الأمن الغذائي للوطن. LMRI gives you an opportunity for a more rewarding career. Build your future now and contribute to a better society. Start your application process to the Dairy and Food Polytechnic today.
Do not miss your chance.